طبعا نحاول قبل أن نبدأ بالمحاضرة كما تعودنا نقوم بعمل مراجعة للمحاضرة السابقة، وأيضا قبل المراجعة عندنا نبدأ بالنشاطات. إحنا سبق وأن تحدثنا عن موضوع التعليم المعتمد على الطالب، فهذا نشاط يعني يكتب للمرحلة ككل، للطالب، للكلية. فإحنا مثل ما قلنا إحنا بالجامعة يعني ما عندنا في شيء روتين، إحنا لازم دائما في تجديد، إضافة إن إحنا نتلقى العلم وناخذ المحاضرات ونشرح، نعم، لكن في نفس الوقت نقوم بعمل النشاطات. هذا هو الطالب الجامعي، مفروض يعني يكون عنده نشاطات أخرى. فأنا ارتأيت وهي موجودة هذه النظام من الوزارة إنه التعليم المعتمد على الطالب، إحنا في كل سنة نقوم بهذا النشاط. ف يعني انا عندي موضوعين، واللي هو الموضوع الاول اللي هو بكتيريال سيل ستراكشر، والموضوع الثاني هو فيروسز اند كانسر. طبعا هذا موجود يعني هو من ضمن المنهاج يعني موجود، فانا حتى لا اصعب عليكم المهمه، فاحد من الطلبه او الطالبات يختار هذا مثلا الموضوع، يعني ما يستغرق أكثر من 10 دقائق فقط، ما نأخذ أكثر من 10 دقائق لكل طالب اللي أو طالبة، يعني يختار أحد من حضراتكم الموضوع الأول والآخر يختار الموضوع الثاني ويقوم بعمل شير، ويعني يدير هذا الموضوع على أنه محاضرة، كل واحد يأخذ موضوع. يعني هذا أنا أوضح هذه النقطة حتى لا يصير كونفيوز وشوي أرباك بالموضوع. أحد من الطلبة أو الطالبات يأخذ هذا الموضوع والآخر يتناول هذا الموضوع. وأنا طبعاً الموضوعين أنا يعني أنا يمكن شرحتوهم، لكن نحاول نتعرف على إنه الطالب إيش يكون هو كأستاذ، يعني هذه نقطة مهمة. فعام الأول كان طبقناها طالبة وطالب كان يعني قاموا بهذا النشاط، فهل هاي السنة إن شاء الله هم نفس الحالة، فيم الممثل يعني أحتاج هسه إذا زاد العدد هسه نحن نحتاج طالب وطالبة، نجرب الأسبوع القادم أحد يثبت اسمه يم الممثل مثل المرحلة ويهيئ نفسه اليوم الأربعاء القادم إن شاء الله، هي بعشر دقائق فقط، يهيئ باوربوينت مثل ما أنا أعرض ويكتب اسمه والأستاذ المشرف والعنوان، مثلا أحدكم يعني يتناول أول عنوان يكتب العنوان والطالب وبإشراف مثلا إشرافي، وتكون واجهة ويبدي يضع واجهة مثل ما أنا هسه قبل شوية عرضت لكم، يعني واجهة الموضوع كالعادة مثل هذا بالضبط. ف يعني ويبدي بالشرح، يعني يحاول يكون أستاذ في هذه العشر دقائق، زين عيني. هذا هو أنا يعني، فمثل ما قلت لكم إن شاء الله الأربعاء، واللي بعد هاي النشاط إن شاء الله عندنا نشاطات أخرى فنحاول أيضا نكملها، يعني عندنا السيمينارز فشوية شوية إن شاء الله. شكرا دكتور على هاي الفكرة. نعم. أكو كثير طلاب يعني هي مجهزين هذا الموضوع، بس يعني رجاء من عندهم أول شيء يراسلوني على التليجرام حتى أعرف إنه هي، ثاني يكونون كاملين يعني مجهزين الباوربوينت مالتهم هاك حتى لا يصير أي خلل بالإلقاء. طبعا 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 ايه طبعا نحن راح نكون يعني اذا تحبون مثلا انا شغل لك، يعني هي ما تحتاج نجرب، ما بالله ما تحتاج يعني نعمل بروفا، هي بس مجرد انه يعني هو راح يعرض الموضوع ويحكينه، يعني انا عامله بدون راسا الطلاب والطالبات راسا يعني تمكنوا من الموضوع بدون اي سوابق، يعني ماكو ولا حاجه عملنا بروفا، لان مبيني الموضوع موجود عندك على الباوربوينت تقرانه مثل ما تقول، لازم يكونوا كن جهزونه، وأرجو أن يكون هناك تفاهم، يعني نحتاج هسه 2 فقط 2 جاهزين، زين عيني؟ إن شاء الله، يعني بس خلي يكونون يعملون الباوربوينت، يكتبون الاسم والأستاذ المشرف على الباوربوينت حتى أعرف الأسماء مالتهم، إيه هو اللي شغله كامل بالبداية أختاره، لأن أكو أكثر من 2 هي كثيرين جو يعني هسه، يعني يا ريت لو حتى انا والله عم الاول 2 هم راسا برزوا وما احد غاد بعدهم، فنحن هسه اذا اكو هكذا نشاط ممكن هسه نعمل هسه هالاسبوع 2، وممكن انه مره اخرى قد نمارس هذه التجربه مره اخرى عادي يعني، فهسه خلينا نجرب ب2
يعني أحد بق أنا ما أعرف أنتم بعد تختارون، ما أريد يصير بها أي يعني مثلا زين عيني يعني عداء لأكو أكيد فجأة. أكيد. يعني هالمرة 2، المرة اللي أخذها كان العدد كثير أم عادي، ومع إن هذا شاء ولد الله. نفسه عنده هذا النشاط، نحن بعد عندنا، بعد عندنا كثير، وبعد عندنا سيمينار يعني بعد عندنا. بس المهم هسه نحن نجرب نبدي أسبوع الأخ، بما إنه إحنا عندنا ساعتين والساعة نعمل أكثر مناقشة ونشاطات، فخلي تكون ضمن هذا الموضوع. إن شاء الله، شكرا لك. أهلا وسهلا عيني. زين، ومن ناحية الامتحان أسبوع الله عندكم تشريح، اللي بعده نحن الأحياء ما الأسبوع القادم التشريح، أنتم عندكم، أنتم طلبتم التأجيل، فإذا هو على الأسبوع اللي بعده. خلي تكون في المحاضرات الستة فقط حتى شوية تركزون، وبعد إن شاء الله نقوم بعمل يعني ما بعد الستة حتى المادة كلها تكون مضبوطة عندكم. ومن ناحية مرات ألاحظ بالحضور أكو من يقول لي يحتاج إذن، أنا يعني هو يعني خليه يدخل من البريد الإلكتروني الجامعي، زين عيني الجامعي، هو من يطلع له هذا، بمعنى هو داخل من غير يلغي يعني من الموبايل أي بريد إلكتروني ليس الرسمي، يعني هو لأن دائما تتداخل الاثنين، فحتى من يلغينه فما راح تظهر عنده هاي المشكلة. ومن ناحية الامتحان، هذا الامتحان هذا لهذا المرة راح يكون حضوري وما بعده، لأن احنا وبعد إن شاء الله امتحانات اللغة نحاول أيضا تكون إلكتروني، وحتى اللي عندهم استضافة ما مشكلة، اللي عندهم استضافة هسه هذا الامتحان راح يكون يختلف عن الامتحانات الأخرى، أول امتحان نبدينه، واللي عندهم استضافة أكيد بالمكان المستضاف فيه أيضا عنده امتحان، وما مشكلة، هو هذا ما آخر امتحان، هذا أول امتحان، بعد تتوالى الامتحانات. فأنا يعني حتى أطمنكم، احنا انتم من عندكم امتحان حاولوا انه تستفيدون، وانا ما حتى نخوفكم ابدا، وانما حتى تتعرف على طريقة الاسئلة، يعني انت من 10 احسن مما تجيك من 60 بخيل السنة، زين. فانا يعني عمل الكوزات، فالطلاب كانوا يعني كلش يرتاحون لهذا الموضوع، ليش؟ لانه يتعرف على فكرة الاسئلة، على صيغة السؤال، حتى لا بنص السنة يسألني ما هي اشلون اترجم صيغة هذا السؤال، لا هو بالكويز كان أخذ الصيغة، وهذا ما أول ولا آخر امتحان، راح يكون امتحانات متتالية إن شاء الله. فهذه وما أغيد أي خوف، مجرد تقرون مثل ما أنا هسه أشرح، وأغيد طبعا مثل ما قلنا اللغة تضبطوها، السبيلينج يعني ما يجي يكتب على هذا، طبعا العربي مستحيل ما نقبل، وهكذا يعني هاي الملاحظات العامة. إن شاء الله لا تنسون الاسم والشعبة، مرات تجينا أوراق بلا اسم وشعبة، يعني هاي النقاط تحطوها في بالكم وتتعرفون على الأسئلة إن شاء الله، يعني على قلب الكوزات، زين. هذه الموضوعين إن شاء الله كانت واضحة عندكم، هاي الموضوعين عيني. هسه مثل ما تعودنا نقوم بعمل ريفيو. In the previous lecture we talked about the tools of cell biology. Despite the very small size of most cell, knowledge of cell structure and function has accumulated through the use of various techniques. يعني العلماء لم يقفوا عاجزين أمام صغر يعني حجم الخلية ومكوناتها، وحتى يعني تركيب الخلية والوظيفة قد يحول دون يعني حجم الخلية يحول دون دراسة التركيب والوظيفة، لكن لا، بفعل التكنيكس تمكنوا من دراسة الخلايا. Microscope. Because cells and organelles are too small to be examined by naked eye, the backbone of the cell biology is the microscope. طبعا أكيد إحنا يعني عيننا لها حد معين للنظر، فبينما cells والorganelles الخلايا والعضيات صغيرة جدا لدرجة أنه لا يمكن أن ترى بالعين فقط بدون أي مساعدة، لكن أكو لازم أكو أسس، والأسس في 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 هذا الموضوع هو الميكروسكوب. فإذا بما أنه الميكروسكوب لعب دور بدراسة الأورجانيلز والسيلز، it represent as backbone of the cell biology، هو مثل العمود الفقري بيولوجي، لعلم البيولوجي، وطبعا من اسمه سيل بيولوجي يعني يعنى بدراسة الخلية. The light microscope
There are many types of microscopes. أنواع عديدة من المجاهر. نبدأ باللايت مايكروسكوب واللي أنت موجود عندكم في المختبر. Light microscope is an instrument for visualing fine detail of an object. It does this by creating a magnified image through the use of series of glass lenses. إذا أكو glass lenses موجود باللايت مايكروسكوب وإحنا درسنا عليها بالعملي بأول مختبر كان. The first focus a beam of light onto the through an object and convex objective lenses to enlarge the image form. طبيعي إنه هو اللايت مايكروسكوب هو الوسيلة اللي من خلالها نقوم بدراسة التراكيب الدقيقة للأشياء. خلينا نبدأ حالياً لأي شيء ليس فقط الخلية. يعني ميكانيزم عمل ميكانيكية عمل المايكروسكوب هو يقوم بتكبير الصورة من خلال عدد من العدسات اللي هي العدسات تكون زجاجية يعني سلسلة وليس عدسة واحدة، فيقوم بتسليط الضوء على يعني هو من خلال مكوناته موجود تسليط ضوء على السامبل على السبيسيمين على الأوبجكت وطبعا بمساعدة أنواع اللينس يقوم بتكبير الصورة وتظهر لنا بشكل كبير. هو هذا اللايت مايكروسكوب. طبعا بفعل اللايت مايكروسكوب نتمكن من تكبير الأشياء إلى حد يعني عدد من الآلاف وليس ألف واحدة. إحنا هسه المجهر الموجود في المختبر يكبر لحد الألف. لماذا؟ لأن إحنا عندنا الآي لينس بقوة تكبير 10 والكل فاهم. أنا بوقتك كنا بالعملي أفتر على كل الطلاب والطالبات الكل يعرف وهذه المعلومة كانت راسخة إنه موجود 10 قوة التكبير 10 إكس بالنسبة للعدسة العينية والعدسات الشيئية. طبعا ما كل المجاهر 10 العينية، أكو مجاهر 15 لكن نحن اللي عندنا هسة 10. هذه معلومة هاي يعني لابد أن تتعرفون عليها. وعندنا الأوبجكتيف لينسز أنواع، تو كلاسز للأوبجكتيف لينسز، نوعين، لو باور يعني قوة تكبير صغيرة وهاي باور قوة تكبير عالية. اللو باور تشمل لنا الأربعة والعشرة والهاي باور تشمل لنا الأربعين والمئة. فإحنا أقصى يعني الماكسيمم هو المئة، فالمئة لو نضربها بالعشرة لأصبح ماجنيفيكيشن باور قوة التكبير هي ألف. مثلا نقول كالكوليت ذي ماجنيفيكيشن باور أحسب قوة التكبير، فنضرب المئة مع العشرة تصبح ألف. هذا في مجهرنا يعني احنا اللي موجود، لكن موضوعنا هسه تلاحظون احنا كاتبين في هذه المحاضرة كاتبين انه the light microscopes are able to magnify objects up to about 1000 times يعني بآلاف المرات. يعني احنا مجهرنا هسه ألف لكن اكو آلاف المرات، فيما لو كانت الآي لينس 15 قوة التكبير وليس 10. وأكو بعد أيضا يعني أحيانا أكو مجاهر متطورة أكثر، فإذا أكثر من ألف قد يعني تصل قوة التكبير أكثر من ألف. The limit of resolution them is approximately 0.2 micrometer. Resolution للايت مايكروسكوب هي 0.2 micrometer. فعلى ماذا تعتمد يعتمد تحديد الريزوليوشن لذلك المجهر؟ مثل ما احنا نشتري بضاعة إلكترونية معينة منزلية احنا نتحرى مواصفاتها يعني بما يخدمنا. في نفس الحالة الريزوليوشن للمجهر هو عبارة عن ability of a microscope to distinguish objects separated by small distances. واحنا رسمنا عندنا هذا مثلا
وهاي قدرة الميكروسكوب شيئين معينين مسافة بسيطة بيناتهم، أو خلي نرسم متقارب أكثر شوية. زين مثلا قدرة الميكروسكوب أن يميز المسافة القليلة اللي تفصل ما بين two objects هو هاي الريزوليوشن. كل ما تمكن من تمييز هذه المسافة البسيطة، كل ما كانت المسافة نارو very narrow ضيقة، هو يعني له القدرة على التمييز، فهو مجهر يعني ذا مواصفات عالية high resolution. زين this is the light microscope. There are many types of light microscope. وإحنا ذكرنا الأنواع موجود عندنا اللي هي عادة تكون bright field. هسا عندنا الشكل العام للمجهر general. تلاحظون this is the general shape of microscope. This is the eye lens, nose base. عندنا objective lenses, stage اللي نضع عليها السامبل أو السلايد أو الأوبجكت. بعدين عندنا الكوندنسر، دايفرام، كلور فلتر، كلش مهم حسب نوع البقى. أحيانا فحص اليورين يحتاج الكلور فلتر، يعني ينطينا شوية لون غامق بحيث تبرز بعض المكونات اللي إحنا نبحث عنها كحالة مرضية. إليومينيشن، تلاحظون موجود عندنا مصادر إضاءة، وعندنا هذا الستيج اللي من خلاله نقوم بكنترول الستيج، من خلاله نقوم بال تلاحظون كورس ادجستمنت، يعني نقوم بحمل الهايم عن طريق الارم. المجهر يحمل عن طريق الارم وليس عن طريق هذه الاجزاء، هذه يعني الحفاظ على سلامه المجهر. لابد ان يكون عندنا يعني فهم عن طريقه يعني طريقة حمل الميكروسكوب. هذه نقطة مهمة للحفاظ على الميكروسكوب وعلى السلايد اللي بداخل الميكروسكوب. عندنا هسا الكورس ادجستمنت اللي هو الكبير، هذا الكورس ادجستمنت نحرك هذا نستخدمه في حال القوة التكبير 4 أو 10، والفاين ادجستمنت هذا الدقيق. هذه المحاضرة قد تفيد اللي جو متأخرين لأن ما حضروا أول مختبر، اللي القبول مطلع متأخر. فالفاين ادجستمنت هذا الدقيق المنظم الدقيق يستخدم مع العدسات اللي هي 40 و100، بينما الكورس ادجستمنت هذا اللي هو المنظم الكبير يستخدم مع العدسات اللي هي 4 و10. طبعا لازم يعني نلتزم، وإلا احنا لو استخدمنا هذا الكبير مع القوة 40 و100 راح سوف نكسر السلايد، والسلايد يعني ليس بالشيء احيانا هو مستورد، وعندنا مثلا سلايد واحد يمشينا العام لكل الاعوام لكل الطلاب. فيعني لابد، لهذا نحن تعلمنا طريقه استخدام المجهر للحفاظ على سلامه المجهر والسلايد، وايضا هي معلومه لازم الطالب يدخل مختبر يعرف كيف يعني يوضح الفيلد. لازم الـ يعني مايكروسكوبيك فيلد، الحقل المجهري، هاي الصوره اللي تظهر كدائرة من تلاحظون من ترسمون هي الحقل المجهري microscopic field. طبعا this figure explains the comparison between the human eye and light microscope and electron microscope. يعني احنا عنا ممكن ان نتميز الاشياء. طبعا تلاحظون يعني بلو ويل هذا وموجود الهيومن الروز، نحن بعيننا نستطيع نميز الى حد تقريبا ال 1 مليمتر. واحنا اعطينا مثال لو عندنا مسطره بتدريجات 10، كل تدريجه هي 10 مليم، عيننا تتمكن من انه تميز الواحد مليم. اكيد يعني احنا كلنا هسه نتمكن من نميز 1 مليم من هذه المسطره اللي هي 10 سنتيمات، وكل سنتيم 10 ملي، لحد هاي قدرة عيننا. ما بعد هذا يتدخل اللايت مايكروسكوب. اللايت مايكروسكوب من خلاله ممكن أن يقومون بفحص الهيومن ايج، الفروغ ايج، البلانت اند انيمال سيلز without details، يعني على الأقل خلية من الخارج ممكن بلا تفاصيل داخلية، وأحيانا حتى التفاصيل
مثل ما احنا هسه ندرس بالمختبر، درسنا بعض الـ internal component of the cell إلى حد الـ 100 نانومتر إذا أو إن لم يكن أقل، فما بعد هذا يعني لابد أن نستخدم other instrument واللي هو الإلكترون مايكروسكوب. الإلكترون مايكروسكوب من خلاله ممكن دراسة الـ macromolecules inside the cells like proteins، أيضا ممكن أن نصل لحد الأمينو أسيدز in addition of virus، الفيروسات اللي هسه هي في صدد يعني تلاحظون الفيروسات والأمراض، فممكن دراسة الفيروسات أو أي بحث مثلا على فيروس لا يمكن أن ندرس من خلال اللايت لأن هو ما يوضح الفيروس، فقط البكتيريا اللايت مايكروسكوب. أنت ملاحظتم أخذنا نوعين من أنواع البكتيريا في مختبرات السابقة، فلكن الفيروس لابد من استخدام الإلكترون مايكروسكوب فضلا عن دراسة الذرة من خلال الإلكترون مايكروسكوب. There are many types of light microscope: bright field, phase contrast, differential interference contrast, dark field. وفي المحاضرة مضاف عندكم آخر اللي هو video enhanced contrast، يعني مجهز المجهر بفيديو أيضا. وعندي صورة بس ما عرضت لكم إياها لأن لا نكثر عليكم الصور، أنتم كل صورة موجودة تتخذوها، وكأنما هي أكثر محاضراتنا يعني موجودة كلها على شكل أشكال يعني، ولهذا الأوراق تصبح عديدة، هي مجرد أشكال والشكل مطلوب، بس هو يعني دراسته تكون أسهل من دراسة الباراجراف. فساعدنا الأنواع اللي ذكرناها قبل شوية: bright field، الحقل يلمع، لما يلمع تلاحظون هذا هو يكون غير non stained، بينما في حالة الستيند في حالة الصبغ نستخدم صبغ معين خاص بالنسيج يصبح عندنا bright field stained، وعندنا differential interference contrast تظهر كأنما بقعة، يعني لابد أن طالب من هو مثلا يعني قضينا وقت بهذه المحاضرة لابد أن يفهم فيما لو فتح كتاب بيولوجي كتاب مايكروبيولوجي أي كتاب علمي ويجد هذه الصورة هو رأسا يتبادر لذهنه أنه هذه الصورة بهذا الشكل تظهر كأنما بقعة ممسوحة عن طريق الديفرنشيال انترفيرنس كونتراست. فيس كونتراست تلاحظون لون أزرق يعني الدنسيتي differences in the specimen cause light rays to come out of the face، رأسا تأتي حزمة من الضوء بحيث تكون خارج الطور الموجود به السامبل فتظهر بهذه الصورة. طبعا هاي يحتاجوها لتوضيح عدد من أنواع الـ يعني السبيسيمين اللي تحتاج هذا الجو البرايت and dark، فهي تتوضح تلاحظون يعني ظهرت أوضح من بقية من الباك جراوند، يعني النموذج بدأ يعني واضح، فهم هذا الهدف. فالباحث يختار المجهر اللي هو يوضح المادة اللي هو في صدد دراستها. نمبر 4 أو كان عندنا 5 dark field يكون جو مظلم حتى يوضح لنا الأجزاء تظهر بشكل برايت وتنطينا ديفراكتد يعني تنطينا يعني تعكس النموذج. تلاحظ يعني الضوء يوضح مع انه الباك جراوند هو دارك. الكترون مايكروسكوب، بما انه اللايت مايكروسكوب لا يفي بالغرض لدراسة كل تفاصيل الخلية او الفيروسات او الذرة او الماكرو موليكيولز اوف ذا سيل، لابد من الاستعانة بالإلكترون مايكروسكوب. There are two types of electron microscope. Number one, transmission، واللي هو النافذ، واللي من اسمه النافذ يعني الإلكترون pass through the specimen. الإلكترونات تتوغل داخل النموذج، داخل العينة اللي هي نحن under exam، يعني اللي تحت الفحص. طبعاً أكو هناك focusing، لابد أكو هناك وسائل للتكبير. في اللايت مايكروسكوب استخدمنا glass lenses، بينما في الإلكترون مايكروسكوب نستخدم magnetic lenses.
وممكن أن الصورة يحصل لها projected تعرض على fluorescent screen or photographic film، يعني ممكن أنه تعرض على شكل يعني مثل ما أنا هسا أنت بالعملية تعرض الصورة على السبورة أو اللوحة البيضاء يسموها يعني focus on the project on the fluorescent screen or photograph scanning electron microscope. هذا قبل شوي احنا كنا نتحدث عن transmission electron microscope. scanning electron microscope بهذه الحالة انه هناك سيل من الالكترونات دقيق جدا، هذا السيل يخترق المادة المطلوب دراستها او فحصها. طبعا هاي المادة سبقا وان يعني سبق وان غلفت بطبقة من يعني نوع من انواع المعادن، طبقة رقيقة من المعادن واللي هو الأوزوميوم، فأنا ما ذكرت اسم المعادن الثقيلة اللي هي موجودة. الأوزوميوم هو عادة يستخدم في المجاهر، فيعني أقصد هذا يعني ليس فقط فحص، وإنما قبل العمل بالفحص النموذج بالإلكترون مايكروسكوب أكو هناك سلسلة من الخطوات نهيئ النموذج حتى يدخل إلكترون مايكروسكوب. يعني مثل من هذه الخطوات هي يعني أنا ذكرت خطوة واحدة وهي عديدة جدا، وحتى ما دخلتكم بالميتلز ما هي اسم الميتل. إذا النموذج coated with a thin metal layer واللي هي الأوزوميوم، طبعا هاي مواد كلش خطرة على الصحة لكن لابد أنه تستخدم. فإذا يتم الفحص تحت الميكروسكوب اللي هو الإلكتروني، ومن صفات السكانينج الالكترون مايكروسكوب ينطينا 3 dimensional image of cells ثلاثي الابعاد. واحنا شبهنا بالطائره، في احنا لو اخذنا صوره من الاعلى لظهرت عندنا المنطقه واضحه ومجسمه، بينما لا نستطيع ان ندقق ما موجود في الشارع الفلاني في العماره الفلانيه. نفس الشيء بالضبط، واحنا طبعا هذا الشكل العام للالكترون مايكروسكوب بهذا الشكل. تلاحظون عندنا هذه الشاشه ممكن انه من خلالها تظهر الصوره، يعني هو كمبيوترايزد طبعا، هو مجهز يعني الصوره تظهر على الكمبيوتر وفلورسنت سكرين هذا هو، ويكون يعني حجمه كبير تلاحظون، ويحتاج يعني يعني مركز خاص للعمل وليس يعني غرفه خاصه كادر خاص، يعني وقبل عمليات processing يعني اكو قبل خطوات يلا نحن نصل انه نفحص تحت الميكروسكوب مثل ما قلنا نهيئ النموذج. زين اذا هسه عندنا الالكترون هسه عندنا هذا الشكل يوضح لنا يوضح لنا هذا الشكل comparison between the light إلكترون واللي هو two type transmission and scanning إلكترون مايكروسكوب. فمن خلال الشكل كلش واضح، يعني أكيد هو تجهيز السورس اللي هو illuminating يكون light في حالة الضوء الضوئي، يعني المجهر الضوئي يكون light، بينما يعني نزل رابط الحضور رجاء. ساعدنا وأنا بالمناسبة يعني ألاحظ الحضور بالمحاضرة عدد مثلا البارحة كانت 340 بينما الرابط الحضور بالـ400 وقصور، هسه نفس الحالة 297 احتمال الحضور يصل للـ400. هذا يعني هذا ما يهمني الشيء، يعني انت مصلحتكم، اكو من يحب يحضر ويكون اونلاين واكو من يعني، فهذه تعتمد على كفاءة الطالب انه هو حريص على المادة العلمية ام لا. فاحنا دكتور نعم عيني هذا الامر يعني ما انطح نحله، يعني شلون نحله؟ لا ما حاجه نحله. هو انا اعرف اكو حريص اكو ما حريص، والدرجات راح توضح ال 297 الحاضرين هسه وتوضح، يعني احنا ما عندنا ما نحتاج حل، بالعكس الحل يم الطالب، ايه اللي هو الطالب مسؤول عن نفسه بالجامعه، فهو يعني مساله حرص وبراحه يحضر، واللي ما يحضر هو الخسران، يعني ما عندنا مشكله. اكيد زين عيني. أنا طعت الرابط للممثل أعتقد هسه نزلوه. نزل. زين عيني.
إذن إحنا كنا ندرس ال differences between the light microscope والإلكترون والنوعين للإلكترون. فأبسط مثال مثلاً موجود اللايت في الحالة الأولى كمصدر ضوء، موجود الإلكترونز في الحالة اللي هو الإلكترون مايكروسكوب بالنوعين اللي هو الترانسميشن والسكانينج. طبعاً بالاثنين عندهم كوندنسر لينسز، بالاثنين السبيسيمين تشو سيكشن مقاطع، ممكن تكون مقاطع نسيجية، وهذه تكون طبعا تلاحظون سكانينج كويل موجود هون، فد إضافة يعني فد شيء إضافي، تقنية إضافية سكانينج كويل، فد لولب هو اللي ينطينا هذا ال يصل الإلكترونات حول النموذج. إذن بعد عندنا يعني objective lenses، بينما هاي تكون glass lenses، هنا تكون magnetic lenses، موجود ال eye lens، موجود ال projection lens، وهكذا يعني. لكن أكو الفرق الوحيد والكبير يعني ما بين الاثنين، إنه النوع الثاني تكون ال resolution تكون قليلة جدا، يعني لا يستطيع بالنسبة للنوع الثالث، بينما للإلكترون مايكروسكوب هو الثاني. السكانينج اللي هو السكانينج المتحري، سكانينج زين، هو يتحرى عن الإطار العام للموضوع. image of view in monitor، تلاحظون بهذا الشكل، قلت لكم اكو مونيتور يظهر شاشة، فالصورة تظهر كالآتي، يعني هذا باللايت مايكروسكوب، وهذا يكون تلاحظون image view يعني directly، بينما هاي تكون تظهر على الفلورسنت سكرين، يعني هاي بعيننا ممكن نشاهد، لا هاي تظهر على الفلورسنت سكرين، تعكس على الفلورسنت فد يعني لوحة فلورسنت، وأيضا كمبيوترايزد على شاشة الكمبيوتر الأخرى، يعني أنا أقصد معنا بالشكل هذا، شكله كلش واضح واضح، وكأنما إحنا نجد التركيب بكل دقة. لكن تلاحظون في هذه الصورة الشكل يظهر وكأنما يعني كأنما إحنا يعني نشاهد فتشي حي يعني واقعي ثلاثي الأبعاد 3-dimensional image، هذه صورة ثلاثية الأبعاد. فعندنا بما أنه هو ينطينا صورة ثلاثية، خلينا ناخذ هذا الشكل أيضا. الشكل هذا يعني أنا حطيتونه فقط حتى تتعرفون كيف تبدو الصورة، يعني هاي في حالة اللايت مايكروسكوب بهذا الشكل البلود فيزلز، بينما في حالة الالكترون مايكروسكوب اللي هو الترانسميشن تظهر بهذه الصورة، تفاصيل ودقائق الأمور. بالسكانينج فقط كيفية تتحرك هاي الريد بلود سيل بالبلود فيزلز. هذه احنا اخذنا صورة من جدار الوعاء الدموي، تلاحظون يعني حتى نجدها وكأنما الكريات الدم السابحة في داخل هذا الوعاء الدموي. اذا هي ثلاثية الابعاد، ويعني ما تحتاج دقة كثيرة، هي ما دخلت داخل الخلية مثل ما حصل، ما دخل داخل الوعاء بالضبط ما موجود، يعني لهذا هسه عدنا عندكم لين فقرة الريزوليوشن يكون أقل مما هو عليه في حالة الترانسميشن. فلورسنت مايكروسكوب is a widely used and very sensitive method for studying the intracellular distribution of molecules. أحيانا الباحث يدرس على نوع من أنواع المايكرو أورجانيزم أو نوع من أنواع ال السبيسمين اللي هي تكون يحتاج دراستها داخل جسم، يعني هو وهي متحركة، فيقوم بتعليمها تعلم بالفلورسنت، وإحنا رسمنا إنه الفلورسنت تستقبل الضوء بطول معين وتطلق الضوء بطول أعلى، فاستغلوا هاي النقطة حتى تنطينا ومض فلورسنت ووامض، يعني المجهر الوامض، وأعطينا مثال بوقتها على مايكرو أورجانيزم اللي هو تريبونيما باليدم اللي ينطي تألق في حان في في في, في لو كان موجود بالبيشنت ينطي تألق عند عمل فحص مناعي
مع الكت اللي هو تجاري معلم بالمادة الفلوريسنت. الومض هذا اللي يظهر معناها الفحص بوزيتيف موجب، وعدم وجود هذا الفلوريسنت داي يعني عدم وجود المرض. عندنا النوع الآخر اللي هو differential centrifugation، هذا هو ما نكتفي باللايت وإنما عندنا differential centrifugation، نضع النسيج بالبلندر ويحصل تكسير وتبقى الخلايا يعني حرة free ونحصل على الخلايا. الباحث إذا احتاج يحصل نيوكليوس نموذج، مثلا هو دير بحثه على النيوكليوس، يبدي يعمل قوة طرد مركزي لهذا السائل اللي حصلنا عليه وبعد السحق، فعلى 15 دورة بالدقيقة ولمدة 10 دقائق، فبهذه الحالة يحصل على زين، يحصل على النيوكلياس. ممكن أنه عيني الرابط إذا ما فتح فادخله من البريد الإلكتروني، ماكو غير حل أبدا، هو أنا عندي اشتغل، ما الخلل يم اللي ما يفتح عنده. زين، فعدنا حصل نيوكليوس احتاج إلى أن وين ما يحتاج من مكونات الخلية، هو يستمر إلى أن يحصل على السيتوسول اللي هو السائل اللي يعني الوسط المائي للعضيات. يعني السيتوسول هو عبارة عن الوسط المائي للعضيات، يعني سيتوبلازم without organelles. عندنا الدنسيتي جراديانت اللي هو نستخدم، احنا مثلنا انه خدنا مسطرة، هو ما مسطرة وانما تيوب حاوي على تراكيز معلومة للسكروز، ونطبق نموذجنا. مثلا نموذجنا كان بروتين، مكون بروتيني، انا هذا بحثي كان layered onto the surface of this tube، يطبق فوق هذا اللي هو ثابت موجود بالمختبر، ويخضع لسنتروفيوج ويبدي يعني وين ما اكو شغلنا احنا، وين احنا نعرف ايش قد التركيز. يعني احنا اكيد من ندخل على موضوع نبحث على فراكشن معين، فهذه ينطينا فراكشنيشن. الباحث باي فراكشن شغله يحاول يعمل بانكتشر يعني ثقب في هذا التيوب، وينزل الى ان يحصل على النموذج اللي هو يحاول يقوم بدراسته. أكو طريقة أخرى اللي هي طريقة الـ Animal Cell Culture، اللي هي نستخدم زرع النسيج، أيضا يمر بألتراساوند يعني موجات صوتية عالية تكسر الجدران، جدران الخلية، بحيث تبقي الأورجانيلز الداخلية تكون يعني سليمة، ونقوم بعمل زراعة هذه الخلايا على الوسط زرعي نسميه primary culture، ونحضن لفترة معينة. وطبعا هذا يحتاج دقة، ويعني يعني استرايل جو معقم لأنه تتعرض للcontamination للتلوث. بعد هذا نعمل secondary culture ونحصل على مزرعة نقية يستفيد منها الباحث في عملية culture of animal cells. طبعا هذه مهمة جدا في genetic studies، بالدراسات الوراثية، تستخدم بشكل كبير. عندنا موضوع آخر اللي هو أوتو راديوغرافي ضمن الطرق. احنا درسنا مايكروسكوب، احنا درسنا أنواع المايكروسكوب، وبعدها درسنا الديفرنشيال سنتروفيجيشن والجراديانت أوف سكروز درسنا، وهسه بدينا هسه حاليا نحن في صدد الكلتشر أوف أنيمال سيل. موجود طريقة أخرى اللي هي الأوتو راديوغرافي. احنا درسنا الأيزوتوب، تذكرون درسنا الأيزوتوب كيف أنه الأيزوتوب مسؤول عن تشخيص الكانسر بالثروت. حكينا على الجلاند اللي هي ممكن أنه تظهر تكون بشكل حدوة الحصان، ومن نعطي المريض يود بشكل تخفيف قليلة جدا، أيودين 131 إذا المنطقة ما ترسب عليها، بمعنى أكو تيومر ورم، فهو هذا أيضا طريقة تعتبر طريقة للدراسة، فموجودة عندكم بالمحاضرة وإحنا كدرسناها بالمحاضرات السابقة. نمبر 5 إذا الأوتو راديوغرافي إحنا ذكرناها، أيضا الأوتو راديوغرافي من خلاله ممكن أن نعمل ديستريبيوشن، يعني نتبع السبيسمين أو أي موضوع داخل الجسم ممكن نتبعه من خلال التعليم المادة بالنظير المشع، يعني نظائر مشعة أوتو راديوغرافي. والدليل هذا اللي درسناها قبل فترة، احنا قلنا لكم يذهب الشخص للأورانين
يستخدم مادة معينة ملونة، هذه المادة تترسب على عضو معين، يعني اكو افينيتي، اكو انترست بهذا العضو، فاذا كان هناك ميل فتترسب، وتلاحظون انه يكون هناك واضح انه اكو يعني تتشخص، اكو دايجنوسس. هو الهدف اشنو؟ دايجنوسس. احنا ليش نستخدم هاي وسائل؟ تولز، وسائل للعلم البيولوجي. فوحده من هاي الوسائل اوتو راديوغرافي. وسيله اخرى للفيروسز. Viruses is a small infectious agent that replicate only inside the living cells of an organism. اذا هي الفيروسات لا تستطيع ان تتكاثر لوحدها، لكن هي تستعمر خليه الهوست، خليه المضيف، وتقوم من خلال هذه الخليه بعمليه التكاثر، يعني تستعمر حتى الميكانيكيات، ميكانيكيه الخليه تستخدمها لصالحها. فهو either DNA or RNA. الفيروسات تكون عادة التركيب بالشكل التالي: حاوي على كود كابسيد أو بروتين و RNA or DNA حسب. تلاحظوا موجود هذا الكابسيد وهذا الهيد شيث، أكو عندنا الكور هذا الشكل الأوتلاين يكون، أكو عندنا سيرفس بروتين وأكو RNA وكابسيد. عندنا الفيروس important in molecular biology. حتى أسا أنتم تسألون ما دخل الفيروس في موضوعنا؟ الفيروس لأنه هو يكون يعني very simple system. العلماء استخدموا، هو يقوم بعمل infection، نعم يقوم بعمل يعني استعمار، لكن من خلال هذا الإصابة، هذه الإصابة يدرسون الخلية المضيفة. يعني لأن هو بسيط ويحاول يستعمر خلية شوية معقدة، فهو من خلال لأنه هو بسيط فمن خلاله يقومون بدراسة الأعقد. هذا هو أنا يعني، ولهذا وضعتونه ضمن الطرق. Because virus replication depends on the metabolism of infected cells, studies of virus have revealed many fundamental aspect of cell biology. إذن إحنا قلنا لدقته يستخدمون كوسيلة، كتول of cell biology. بكتيريا يعني هو الفيروس ما فقط يصيب الإنسان أو يصيب الحيوان، ممكن أن يصيب حتى البكتيريا، فبهاي الحالة نسميها بكتيريوفيج. بكتيريوفيج أيضا يعني هو الفيروس يصيب البكتيريا، لكن هذه البكتيريوفيج كطريقة قديمة، طبعا هسه شوية عبر يعني العلم تجاوزها، لكن كانت تستخدم كطريقة لتصنيف البكتيريا، يعني يصنفون البكتيريا من خلال يصيبوها بفيروس معين بحيث ينطينا هذا البكتيريوفيج. إذا كانت تعتبر طريقة لتصنيف البكتيريا، بالإضافة لأنه تستخدم بالبكتيريا الجينيتيك ستاديز، بالدراسات البكتيرية الجينية. الفيروس ممكن أن يصيب خلية نباتية مثل توباكو موزايك فيروس، تظهر أوراق التبغ بشكل مبرقعة. توباكو موزايك يعني شيء فسيفسائي، فتظهر أوراق التبغ فيها صبغة غير منتظمة. هو من نوع يكون RNA، لأن حقنا إما RNA أو DNA، فتوباكو موزايك فيروس يكون من نوع RNA فيروس. طبعا هي الخلية يعني أحيانا هذا على مستوى النبات، ممكن أيضا تصيب الحيوان الإنسان. المشكلة بالفيروس ليس فقط أنه يعني فقط يدخل الخلية وتموت الخلية وانتهى الموضوع، احيانا يتحول الى كانسر سيل، يعني كانسيروس سيل كونفرت نورمال سيل تو ذا كانسر. فاذا فيروس اند كانسر، عندنا موضوع اللي هو تلاحظون الكانسر هو فاميلي اوف ديزيز كاركترايزد باي انكنترولد سيل بروليفيريتنج، نمو غير مسيطر عليه، ولهذا يسمى كانسر. نمو لا مبرر له، يعني خلايا ما يحتاج الجسم، هو يستنفذ طاقة الجسم وغذاء الجسم في تكوين هذه التكاثر المستمر اللي لا مبرر له، لكن سبحان الله هو هذا المرض. فيعني تلاحظون انه عدد كثير من انواع الامراض، مثلا عندنا بابيلوما فيروس يسبب لنا انوجينيتال كانسر، ولهذا العنوان فيروس اند كانسر. انا استغليته موضوع الفيروس هو كتول كوسيله حتى ندرس ايضا علاقه الفيروس بالامراض، طالما احنا موضوعنا كله ميديسن. فاكو فاميلي من الفيروس، عائله اللي هي بابيلوما فيروسز، تسبب الانوجينيتال كانسرز
وإضافة إلى كانسر يعني أنواع أخرى من الكانسر. اللي موجود عندنا هيباتيتس بي فيروس، هذا يسمى القاتل، هذا يصيب خلايا الكبد. إحنا لو مثلا دخل فيروس واحد إلى خلية الكبد، اللي يحصل أنه بفعل دفاعات الجسم وتتغلف الخلية وتتليف وتموت الخلية، ما مشكلة تموت الخلية عادي، يعني أكو خلايا ملايين. لكن لو كان دوز الخلايا اللي وصل إلى الجسم عدد كبير بحيث كل الخلايا الكبد تتليف، بأي الحالة يحصل تشمع كبد. بالمناسبة أكو عندنا هذا الـ types of، يمكن الـ of ملتصقة مع اللينفوماس، إذا بالمحاضرة موجود افصلوا of lymphomas، يعني هذا الحرف المفروض يفصل عن الكلمة. نوع آخر اللي هو الإبستين بار فيروس and human T cell lymphotropic virus. طبعا هذه العلاقة ما بين الفيروس والكانسر، هذا لا يعني أنه كل كانسر هو سببه فيروس، قد يكون الكانسر سببه طفرة، قد يكون سببه أنه الشخص هو يعني طريقة الحياة بالنسبة للشخص يسموها يعني نسميها في التعبير اللي هو during lifetime of individual rather than being inherited، يعني أشخاص مثلا عملهم بالشمس متواصل، أشخاص يتعاملون مواد كيميائية، طالب دراسات يتعامل بمادة كانسيرس، يعني هي مادة أصلا مسرطنة. فيعني هاي النقاط أيضا تدخل، ليس فقط الفيروس هو مسؤول عن كل الكانسر، وليس كل إصابة فيروسية هي كانسر، لا طبعا. هذا الإنفلونزا فيروس كورونا فيروس، لا، أنا أعطيتكم أمثلة عن الفيروس and cancer. الطريقة الأخرى اللي هي polymerase chain reaction PCR، هذه طريقة تقنية حديثة جدا تستخدم لتكثير الدي ان اي، يعني مثلا عندنا قطعه صغيره من الدي ان اي، نحاول ان نكثر هذا الدي ان اي حتى ندرس، مثلا عندنا جزء صغير من 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 كائن معين، نحاول ندرس ماذا نفعل. يقومون بتكثير هذه القطعه الدي ان اي الى ملايين القطع من خلال بوليميريز تشين رياكشن، طريقه يعني حتى هسه تستخدم ليس فقط للتكثير، للتشخيص دايجنوسيس، وهسه كورونا يشخص بالبي سي ار. اذا عندنا تلاحظون الشكل، ان شكل الجهاز يعني عاده نستخدم هذه، تلاحظون نستخدم هاي بالضبط هذا المايكرو تيوبس، وعندنا هذا الشكل الاطار العام للشكل، ايضا يحتاج لمكان خاص وشويه دقه، هو كمبيوترايز. أول ما وصف هذا، أول ما وجد هذه الطريقة هو كاري مولس 1983، ووجد أنه هذا ممكن أن يستخدم، هذه التقنية تستخدم بالميديكال and biological research in addition of the genetic، فيتكون لنا مليون copies of the cell. طبعا محاضرة لهاليوم سهلة جدا، ولهذا خليتوها بالأخير. محاضرتنا اليوم هي المحاضرة الثامنة Organelles and Cells. All organisms are made up of cells. عيني حاولوا يا مسؤولين عن المرحلة تلغوا الشات، لأن الشات يظهر لي هذا بالتليجرام، حاولوا تقللون الرسائل أثناء المحاضرة رجاء، لأن تطلع بالشاشة وتأثر على البقية. All organisms are made up of cells. كل الكائنات هي مكونة من السيلز، هذا متفق عليه، إما أن تكون unicellular أو multicellular مثل ما نحن عليه، نحن من جماعة المulticellular organism. Cells are divided into two main classes. Prokaryote bacteria and cyanobacteria are the major prokaryote groups. طبعا البكتيريا هي والسيانوبكتيريا، وعندنا هذا الشكل يوضح لنا البكتيريا والسيانوبكتيريا. This is the bacteria cell, this is the cyanobacteria أو blue green algae، يعني الطحالب الخضر المزرقة، الطحالب الخضر المزرقة، وهذا هو تركيب البكتيريا وتركيب ال blue green algae. الصفات، صفات البروكاريوت هي تكون صغيرة small and simple، average size between 1 to 10 micrometer، micro تكتب شوية ما بهي الطريقة زين. they lack the nuclear envelope، طبعا ما عنده غلاف نووي، وتكون الجينوم لها يكون كلش بسيط جدا،
وما تحتوي على العضيات. Don't contain cytoplasmic organelles and cytoskeleton. بروكاريوت ما تحوي على الهستون، الهستون البروتين هو فقط موجود باليوكاريوت. هذا اللي يميز الاثنين. الانقسام يكون باينري فيجن، الانقسام الثنائي البسيط، ونوع الرايبوسوم يكون 70S، يعني هاي الاس هي واحدة، مثل ما نقول طول هذه المنضدة هي 10 سنتيمتر أو 20 سنتيمتر، فهذه واحدة، هذه الاس هي وحدة قياس الرايبوسوم، فما يعني اس هي سيفدبرغ ما مطلوب منكم، بس أنا حتى تعرفون أن هي فقط واحدة. زين. بالضبط اللي فهم هاي يفهم الإيوكاريوت. هسا عندنا البكتيريا. بكتيريا طبعا بكتيريا هي بلورال، السنجلر هو بكتيريا are classified as prokaryote، طبعا هي واحدة من الأمثلة، هي single celled organism with simple internal structure that lacks a nucleus، a true nucleus أقصد، تفتقد للنواة الحقيقية، مجرد نيوكليويد موجود، يعني مجرد نيوكليويد يعني جسم نووي، إما أن يكون بشكل خيط نيوكليويد أو تكون separate as circular base called plasmid، البلازميدات مسؤولة عن مقاومة المضادات الحيوية. هذا الشكل يوضح لنا أشكال البكتيريا، ممكن أن تكون كوكاي، ممكن أن تكون رود، ممكن أن تكون ديبلوكوكاي ثنائية، ممكن أن تكون بهذا الشكل، تلاحظون ممكن أن تكون ثنائية أو قد تكون بشكل كلوستر، كلوستر عناقيد، أو تكون بشكل مثل قلادة مثل الستربتوكوكس بايوجينز، أو تكون بشكل ضمات فيبريا ضمة، تلاحظون، أو تكون ملتي محاطة بيري فيرال فلاجيلا مثل الإيكولاي، أو تكون بهذا الشكل هيليكال بشكل حلزوني بالضبط، وأيضا عندها هاي الأصوات، أو تكون بشكل بهذا الشكل اللي أنت مختمه بالمختبر تريبونيما باليدم، وممكن أن تكون بشكل باسيلس سيريوس. اليوكاريوت بالضبط نفس البروكاريوت نفسه بالضبط، فقط الأمثلة هي يعني بروتوزوا، فنجاي، أنيمال أند بلانت، وطبعا من ضمن الأنيمال هو الإنسان. الصفات نفس الصفات، فقط هذيك صغيرة وسمبل، هذه تكون كبيرة ومعقدة. هوني تكون حاوية على ترو نيوكليوس، النيوكليوس surrounded by the nuclear membrane، لكن الأولى تكون لا. فبالضبط الفهم النقاط الأولى هي بالضبط تشبهها، وتلاحظون أنه الرايبوسوم يكون من نوع الـ ATS بينما الأولى تكون 70S، موجود هستون ما موجود هستون بالنوع الأول، واليوكاريوت divide by either mitosis or meiosis. إذن عندنا هذا التيبل يوضح لنا differences between pro and eukaryote، وكله ذكرناها هسه نحن، يعني كله موجودة بالنقاط، فتلاحظون موجود بالضبط، إن شاء الله نعيده محاضرة الأخرى. فهو هذا كل ما كان حول محاضرة اليوم، أخذنا ريفيو وأخذنا محاضرة نمبر 8، ونعيد هذا الجدول إن شاء الله بالريفيو، وإن شاء الله تكونون افتهمتم المحاضرة مثل ما ذكرنا. أي سؤال يعني اسألوا عيني رجاء، سواء بالمختبرات في أي مكان أنا بغرفتي موجودي، يعني استغلوا هذه النقاط، وأي سؤال أنا حاضرة واللي هي إن شاء الله واضحة. أحد إذا عنده سؤال حاليا؟ شكرا دكتورة، استرجع الشات. زين عيني. الامتحان بالنظري صحيح؟ يعني العملي امتحنا الكويز. تمام عيني، ارجو ان لا يعني يصير خبط، اكيد بالنظري، يعني احنا هذا انا نظري هسه واحد، ذاك العملي. زين عيني. بالاضافه دكتور انه قد تسال غفران انه صفحه 4 و9 و11 اكو شرح مرفق مع الرسم، فهذا مطلوب. ويا محاضره الهاي محاضرتنا اليوم، ايه اكو رسم مرفوق مع صفحه 4 و9 و11، ايه هذا الشرح مطلوب صحيح؟
ايه يعني هو تعرف اشنو يعني، احنا ركزنا عليه بالمحاضرة، ركزنا يعني اي شيء انتم من خلال الكلام تلاحظون انه اي شيء نركز عليه بالمحاضرة هو المهم، يعني هو فهم السؤال نص الجواب، ولا بيبو من الاشارات يفهمه. يعني انا من اغشع مثلا انت تفهم وين يعني بالضبط، يعني الشاطئ يعرف وين البيت القصيد، ماكو عيني هكذا يعني. أكيد، وبالإضافة أنه أصلا الرسم هو عبارة عن توضيح للشرح المكتوب. ايه يعني ما يعني هو اش اقول لك، يعني هو كل واحد حسب طريقة دراسته، ممكن يفتهمه من الشرح، يمكن يفتهمه من الرسم، المهم تصل المعلومة، تصلني بشكل صحيح يعني. ماشي عشتيتك. الله يخليك، بعد اي سؤال عيني؟ ما يكتبون كله عن مكرر وجاوبناها. زين عيني بس أكو مهدي دكتورة، بس كتب. بالنسبة للملزمة إن شاء الله تزيلي. إن شاء الله، إن شاء الله عيني، إن شاء الله إن نعم شاء الله. إن شاء الله. شكرا دكتورة ندى، هسه تجاوقت المحاضرة الدكتور نبيل. أهلا وسهلا عيني، بالتوفيق، مع السلامة. أجمعين.